طبعا محمد الان جهز معنا الاتصال اللي كنا وعدنا مشاهدينا فيه ومتابعينا عبر حساب تويتر مع الاستاذ فضل البوعينين. السلام عليكم استاذ فضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، حياكم الله. حياك الله استاذ فضل. استاذ فضل، احنا نتحدث عن اثر ارتفاع اسعار الطاقه على الاقتصاد السعودي، كذلك السياسات الجديده اللي اقرت اليوم من مجلس الوزراء. حدثنا بدايه عن اثر ارتفاع اسعار الطاقه على الاقتصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أثر إيجابي وهناك أثر سلبي. أولا أبدأ بالأثر الإيجابي. الأثر الإيجابي أن إعادة تسعير الطاقة بأسعارها العادلة تساعد على فتح السوق وتحقيق التنافسية، وبالتالي ستضخ استثمارات أكبر في قطاعات الطاقة، بما يساعد على زيادة إنتاج الكهرباء بشكل أدق وتلبية النمو في الطلب الذي يتزايد بشكل كبير في المملكة العربية السعودية. أيضا من الإيجابية أن فاتورة الدعم العام ستنخفض بشكل كبير لأسباب مرتبطة بإعادة توجيه الدعم. أيضا من الإيجابيات أن الدعم الحكومي الذي تقدمه الحكومة للمواطنين سيوجه إلى المستحقين دون سواهم، وبالتالي سيستفيد المستحق ولن يأخذ منه غير المستحق شيئا. أما ما يتعلق بالجانب السلبي، فالأكيد أن ارتفاع الأسعار سينعكس سلبا على التضخم، وبالتالي سترتفع الأسعار وفق نسبة ارتفاع التكلفة في الطاقة الكهربائية، خاصة وأن الطاقة الكهربائية داخلة في كثير من القطاعات. ولكن يجب أن أشير إلى أن هناك تمييز بين القطاعات المهمة، من القطاع الصناعي. الحكومة تدعم القطاع الصناعي، لذلك لم يتم تغيير فاتورة الكهرباء على القطاع الصناعي لأسباب مرتبطة بالتنمية الصناعية وحجب انعكاساتها السلبية أيضا على المواطنين. أختم بالقول أن حتى مع ارتفاع الأسعار، فهناك حساب المواطن الذي أصبح اليوم نافذا، وسيقدم الدعم الأمثل للمستحقين بما يساعد على معالجة الارتفاعات الطارئة على المواطن. طيب أستاذ فضل، يعني لو صحت تصريحات شبكة بلومبرغ، يعني شبكة بلومبرغ تقول أنها اطلعت من بعض المصادر المقربة أن الزيادة ستكون يعني قدرها تقريبا 80% في أسعار البنزين بالتحديد، هل برأيك أن حساب المواطن سيكون كافيا لتغطية زيادة الكهرباء والبنزين كذلك؟ وفق ما صدر عن معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى ما صدر عن الحكومة وما صرح به من قبل عن حساب المواطن، أن الحكومة اليوم درست جميع المتغيرات والانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة، وأصبح حساب المواطن الوسيط الذي تدعم فيه الحكومة المواطنين، وبحجم زيادة التكلفة، ليس التكلفة المباشرة من ارتفاع الكهرباء والبنزين فقط، ولكن حتى التكلفة غير المباشرة المتأتية من ارتفاع الأسعار الأخرى. هناك جانب مهم أيضا ما يتعلق بالمراجعة الربعية لحساب المواطن، وهذا وضع لسبب رئيسي، وهو أن إذا كان هناك ارتفاع أكبر من المتوقع، فتقوم الحكومة بإعادة المعادلة وزيادة الدعم بما يتوافق مع هذه المتغيرات. ولكن للأمانة لا يمكن أن أجزم بكل ما نقول إلا بعد أن يتم إيداع مبلغ الدعم الذي من خلاله يمكن أن نقيم حجم الدعم مقارنة بالارتفاع الحقيقي في الأسعار. الأستاذ فضل البوعينين الكاتب الاقتصادي، شكرا جزيلا لك لإيضاحات الموجودة أيضا المتداولة في